ازاي تشتري كتب اصليه من غير ما تعلن افلاسك. بعد الفاصل يلا بينا. انا طارق وانت بتشوف قناه كوكب الكتب. لو عايز مراجعات على اسس روائيه سليمه ومحايده، عايز ترشيحات بناء على خبره 30 سنه قرايه، عايز نبذه عن المؤلفين والكتاب، عايز نصايح في القرايه زي فيديو النهارده، اشترك في القناة فعل زرار الجرس. أهلا بيك. في الحلقة اللي فاتت من برنامج دقيقتين يوم الاثنين اللي رجعنا فيها كتاب أساطير مقدسة، أساطير الأولين في تراث المسلمين، دار حوار طويل جدا بيني وبين أكتر من واحد من سكان كوكب الكتب، وكان مجمل الحوار بيدور حوالين إزاي أشتري كتب أصلية ومش مضروبة مستعملة، ومنين من غير ما يضحك عليا. هسيب لك لينك الحلقه المهمه دي في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا، وعليه قلت نخليها هي حلقه النهارده من دقيقتين يوم الاثنين. ولكن قبل ما ابدا في الموضوع، انا عايزك تقول لي الحلقه الجايه نتكلم عن ايه، انزل في التعليقات وانا هخلص الفيديو واجي نكمل كلام. 7 نصايح لشراء الكتب المستعمله، انزل بالعداد. 1، ما تظهرش اهتمام معين بأي كتاب، حتى لو الكتاب ده انت عايزه بتدور عليه بقالك كتير، سيبه، كمل لف في الفرشة، قلب براحتك، وما تظهرش أي اهتمام بشكل محدد بكتاب معين. لو البائع حس ان انت عايز الكتاب ده بعينه، سعره هيتضاعف. 2، لف المكان كله أكتر من مرة وما تشتريش من أول بياع، لأنك ممكن تلاقي كتاب المستعمل اللي أنت عايزه في أكتر من مكان وبحالة مختلفة وبرضه بسعر مختلف. 3، فاصل ثم فاصل ثم فاصل، لف وارجع له تاني، اتكلم مع الراجل، ما توافقش على أول سعر يقوله لك حتى لو كان رخيص. 4، ركز على الاستندات اللي تبقى متقسمة بخمسة جنيه، 10، 15، 20، بيبقى موجود فيها درر ونسخ واحدة ممكن ما تلاقيهاش تاني، وحاجات تقيلة جدا ممكن تلاقيها ب200 و300 جنيه برة، بس خد بالك بتبقى مخلوطة أصلي مستعمل على مضروب. 5، البائع لازم يفهم ان انت فاهم في الكتب وعارف الفرق ما بين المستعمل والمضروب، وعارف قيمة اللي انت شايفه، وعارف انه كسبان في كل الاحوال، ويا سلام لو تضرب معاه صحوبية وتتصاحبوا سوا، لانه هيدلك على شوية اماكن مهمة جدا زي كسر مخازن الدور الحكومية اللي اصلا بيبقى شغلها مدعوم وسعره رخيص، تخيل هيبقى بكام. 6، خد بالك من المضروب لانه بيدمر الصناعة وبيقضي على الحركة الثقافية في مصر، غير انه بياكل حقوق المؤلف ودار النشر، مهما كان السعر رخيص افتكر الحرمانية، احنا اتكلمنا في الموضوع ده بما فيه الكفاية في كوكب الكتب. 7، واخيرا، خد بالك من نفسك وخد بالك من فلوسك، لان الاماكن دي زحمة طول الوقت طول ايام الاسبوع. وطبعا كل الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده ينطبق على سور الأزبكية في القاهرة، شارع النبي دانيال في اسكندرية، واي مكان بيبيع كتب مستعملة. قول لي بقى، عندك نصايح لشراء الكتب المستعملة غير اللي انا قلتها؟ مستني ايه؟ قول لي في الكومنتات نتكلم مع بعض ونستفيد، لان زي دايما ما بقول احسن التعليقات والنصايح والمراجعات بتطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني انت. ما تنساش تشير الفيديو على سبيل الثواب ونشر العلم يا اخي. ما تنساش كمان تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. شوف الفيديوهات دي واشوفك انا الحلقة الجاية. سلام.